السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معانا في قناتنا مايكرو إيرا لشرح الميكروبيولوجي. معاكم الدكتورة هنادي القط. بسم الله نبدأ النهاردة إن شاء الله. هنخلص الفيبريو كولورا وهنتكلم عن النوعين الاتنين سبيشيز اللي هما مهمين في العيلة غير اللي بعد الفيبريو كولورا، وهنتكلم عن عيلة الإيروموناس اللي هي شبه عيلة الإيه الفيبريو اللي هو اللي شبه عيلة الفيبريو. طيب يلا بينا نقول آخر حاجة في عيلة الفيبريو كولورا، آخر حاجة في السبيشيز ده، تمام؟ بس في اخر حاجه في السبيشيز احنا بنتكلم عليه اللي هو هاو تو بريفنت. احنا اتكلمنا في الفيبريو كولورا عن المورفولوجي، الكالشر، البايوكيميكال رياكشنز، الكلاسيفيكيشن بتاعتها، الباثوجينيسيس، الدياجنوزيس، التريتمنت. ناقص لي اخر حاجه اللي هي الايه البريفنشن، تمام؟ ازاي اعمل بريفنت؟ تمام، احنا بنقول ان ده يعني حاجه ايبيديميك، تمام، فواجب علينا ان احنا لازم نشوف احنا هنمنعها ازاي لو حصلت، صح كده؟ طيب اول حاجه السانيتيشن، يعني ايه؟ هنشوف بقى الحاجات بتاعه التوعيه بقى، وننظف الميه، نعمل كلوريشن للدرينكينج ووتر، ننظف الميه بتاعتنا، صح كده، ونشوف بقيه الحاجات اللي هي الهايجينيك ميجرز، تمام. طيب نخش بقى على النقطه المهمه اللي هو الفاكسينيشن. الفاكسين، هل يا ترى انا عندي فاكسين عشان يمنع الكوليرا؟ عندي ثلاث انواع من الفاكسين. ايه بقى؟ اول حاجه اللي هو الكيلد كوليرا فاكسين، لايف اتنويتد هول سيل مع البي سابيوليت. ايه بقى حكايتهم دول؟ بص يا سيدي، بدايه الكيلد كوليرا فاكسين، الراجل اللي هو عمل الفاكسين ده، وده يعتبر من اكتر الفاكسينز اللي ملهمش لازمه اصلا، يعني فاكسين فاشل، تمام. ليه بقى؟ الراجل ده جاب الاورجانيزم، حط معاه سلاين، سخنه لحد ما مات، وراح حقن الناس ايه؟ الناس بيه. حتى هو بيتاخد انترا ايه؟ انترا ماسكولر، تمام؟ وبيديك مناعه من 3 ل 6 ايه؟ من 3 ل 6 شهور. طيب ليه هو الفاكسين ده، ليه الفاكسين ده فاشل؟ ها؟ ليه فاشل وما ينفعناش؟ بدايه الكوليرا مش انفيزيف، ما بتخشش ولا بتعمل انفيدو، ما بتخشش البلاد ستريم، الله؟ يعني بتشتغل لوكالي، تمام؟ نضف اضف الى معلوماتك، احنا قلنا قبل كده في كذا كذا اورجانيزم عدى علينا كان نون انفيزيف. ها لو تفتكروا، ها الدفتيريا، صح كده، التيتانس، تمام، كانوا بيقعدوا وبعت التوكسين بتاعهم، الشيجيلا كانت برضو نون انفيزيف، ما كانتش بتخش، صح، كانت بتبعت الشيجا توكسين بتاعها. وده الايه؟ وده الرابع بتاعنا اللي هو الايه؟ الكوليرا، الفيبريو كوليرا، ده برضو ما بيعملش انفيزيف، ما بيخشش البلاد ستريم. ده بيقول لي ان انا مش هعمل لها تشخيص بالبلاد كالشر، هي اصلا ما بتخشش البلاد ستريم، يبقى هدور عليها بالبلاد كالشر ليه؟ تمام؟ طيب يبقى عند الفيبريو اصلا الانفكشن بتاعتها بتبقى لوكال. انت لما اديته انترا ماسكولار اديته سيستميك، عملت له اميونيتي سيستميك، تمام؟ في حين انه هي الانفكشن اصلا لوكال، صح كده؟ تمام. تاني حاجة، هو المرض او الديزيز مش بيحصل عشان الاو والاتش انتجين، ده بيحصل من التوكسين، تمام؟ وانت ما انت موتت التوكسين، هو ما عملتش حاجة، انت اديتني الاورجانيزم، يعني انت اديتني الاو والاتش انتجين، ومش دول اصلا اللي بيعملوا الديزيز، تمام؟ اللي بيعمل الديزيز التوكسين، صح كده؟ يبقى انت ما حققتش اي شرط من شروط نجاح الفاكسين، صح؟ يبقى الفاكسين ده ايه؟ مالوش عايزة، فاكسين فاشل، تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى اللي هو اللايف اتنويتد فاكسين. تفتكروا قبل كده لما ربنا انعم علينا ولقينا سالمونيلا تايفي، لو تفتكروا لقيناها كده لوحديها في سترين منها كان حصل له ميوتيشن، تمام كده، ولقيناه هو اصلا ضعيف من غير اي حاجه، تمام، خدناه، احنا كانت شطارتنا ان احنا لاحظنا ان في سترين في السالمونيلا تايفي، تمام، كان حصل له ميوتيشن، فخدناه وعملنا منه ايه؟ اورال ايه؟ فاكسين. عندي برضو هنا نفس النظام، لايف اتنويتد، تمام، برضو حاجه هي ايه؟ زي ما بنقول كده حاجه نعمه من عند الله، برضو لقينا ان في فيبريو كوليرا، تمام، بتطلع التوكسين، بس التوكسين بتاعها بي سابيونيت بس، يعني ايه؟ يعني ما عندهاش ايه سابيونيت، ما عندهاش ايه، الايه هي اللي بتعمل اكشن. لقينا ان في الفيبريو كولا، لقينا في سترين منها، لقيناه عندنا بس بيطلع التوكسين، والتوكسين بي سابيونيت. طب وهي البي تعرف تشتغل من غير الايه؟ ولا الايه تعرف تشتغل من غير البي؟ يعني هي البي كل اللي بتعمله ان هي بتعمل بايندنج، بتسهل للايه ان هو يعمل اكشن. طب الايه مش موجود، طب قال لك طب ما تمام كده، طب ما نبلع للناس،
تمام؟ وده ايه؟ وده بالناس بتاخده اورال، ده الفاكسين ده بيبقى اورال، تمام؟ وبيديك اللي هو بيديك مناعة اقل حاجة 6 شهور. واحد يقول لي بس دي مدة قليلة قوي، 6 شهور ايه؟ من يا سيدي انا مش عايز، انا عايز اعدي بيه بس فترة الابيديميك، تمام؟ انا مش انا ايه اللي خليني هديك فاكسين للكوليرا يعني واقعده معاك 2-3 سنين؟ انا عايزه بس اعدي الفتره بتاعت الابيديميك احميك فيها، تمام؟ طيب يبقى انا بعدي بيه فتره ايه اللي هو الفتره اللي فيها الوباء دي، بعدي بيه الفتره دي، تمام؟ طيب يبقى الله يبقى التنويد الفاكسين ده بيبقى الاسترين عندنا، تمام؟ عنده التوكسين بيبقى بي سب يونت بس، تمام؟ طب انا لو اديتهولك ايه اللي هيحصل؟ هتخش البي تروح معامله ماسكه مع الريسبتور اللي موجود جوه، صح كده؟ هتطلع التوكسين، تمام؟ هو التوكسين عندي بي مش هيضرك، مفيش اكشن هيحصل، بس انا خدت مناعه، تمام؟ لما مسكت في الريسبتور الاميون سيستم طلع ضدها انتي بودي، صح؟ انتي بوديز، خلاص انت كده عندك ايه؟ عندك انتي بوديز ضد الايه؟ التوكسين بتاعها، بتاع الكوليرا، صح؟ وببلاش كده من غير ما تعمل اي حاجه ولا تحس باي حاجه، تمام؟ ما هو ده نفعني ما ايه؟ ما ضرنيش، صح؟ لان انا مش مدياك توكسين كامل، ده انا مدياك بي سب يونت بس عشان تعرف تمسك في الريسبتور تحتل المكان الاميون سيستم يحس بيها ويروح مطلع انتي بوديز ضدها، يبقى انت كده ايه؟ زي الفل، خدت ايه؟ خدت اميونيتي ببلاش كده، صح كده؟ طيب وتقعد اقل حاجه 6 شهور، من 6 شهور لسنه، تمام؟ وزي ما قلنا انا عايزه اعدي بقى فتره الايه؟ الابيديميك اللي انا فيها، تمام؟ انا مش عايزاك تفضل مطعم ضد الكوليرا على طول لان هي اصلا مش موجوده، ده حاله وبائيه وانا عايزه اعدي منها، تمام؟ طيب ده اللايف اتنويد وبيتاخد اورال اتليست 6 شهور. طيب تالت حاجه، تالت فاكسين عندي، بص بقى لما العقل بيشتغل بيطلع حاجات كويسه. قال لك ايه؟ طب ما تيجي هول سيل، طب ما تيجي ناخد الاورجانيزم نشيل منه التوكسين ونروح مموتينه، تمام؟ طيب وناخد التوكسين اللي عنده نبوظه، ها نلعب في الاي سب يونت، تمام؟ نخليه بي سب يونت بس، نبوظ الاي سب يونت، نبوظ الاكشن بتاعه، تمام؟ وناخده بي سب يونت ونروح خلطين الاورجانيزم الميت مع التوكسين اللي هو عباره عن بي سب يونت بس، اخلطهم واروح مديهم للايه؟ للناس اورال، تمام؟ وده بيديني مناعة أو بيديني بيحميني من مدة إيه؟ 2 سنين، تمام؟ طيب ودي أكتر فترة ممكن يعني أحسن فاكسين يديها لك ضد الإيه؟ ضد الكوليرا، تمام؟ طيب ده هديني لمين؟ ده هديني الناس اللي هي كلوز كونتاكت، يعني مثلا إيه؟ عيل مثلا عنده كوليرا هديه لإخواته ولأمه والناس اللي حواليه، مثلا المنطقة الفلانية موبوءة هروح مديها للمناطق اللي حواليه عشان أحميهم، تمام كده؟ طيب يبقى ده فكرته إن أنا بجيب الأورجانيزم اشيل منه التوكسين، صح كده؟ اموت الاورجانيزم بتاعي، اخد التوكسين اروح مبوظه الاي سب يونت بتاعته اللي هي الاكشن، عشان بس تبقى واضحه تفتكروها، هبوظ الاي سب يونت بتاعته، تمام؟ واخلي البي بس، قوم لما تخش تروح ماسكه في الريسبتور بتاعها يطلع ضدها انتي بوديز، تبقى ايه؟ حامتني من الايه؟ من الاورجانيزم وبايه؟ وببلاش كده من غير اي حاجه ومن غير ما احس بحاجه. ده الفاكسين الثالث لمده ايه؟ 2 سنين، بس الى وقتنا هذا لم يتم انتاج فاكسين يتوفر فيه الثلاث شروط اللي هو ان اكسبنسيف يعني مش غالي، تاني حاجه ان هو يكون افكتيف، تمام؟ ثالث حاجه ان هو يديني لونج بروتكشن، ايه لونج بروتكشن ديوريشن، ان هو يديني فتره حمايه طويله، تمام؟ بس يعني احنا اللي يهمنا مثلا لما يحصل ابيديميك ان انا اعدي الفتره دي بامان وباقل عدد ضحايا، صح كده؟ تمام، فهينفعني الفاكسين ده وده، تمام؟ طيب يبقى كده خلصنا الثلاثه فاكسين اللي ممكن اللي كنا بنديهم للايه؟ للكوليرا، وعرفنا ايه افشلهم واللي افضل شويه واللي افضل قوي، تمام؟ طيب ثالث حاجه الكيموبورفلكسز اللي هي الوقايه الكيميائيه، يعني ايه؟ يعني هل يا ترى انا اقدر اخد حاجه تقيني مثلا من الـ من الـ 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 الوباء؟ زي ما قلت لو انا برضو حد قريب ولا حاجه برضو كلوز كونتاكت قريب من الناس دي او في منطقه محيطه، خد تترا سايكلين، تمام؟ وده ايه؟ يحميك، تمام؟ طيب هنأجل الايرومونس وتعالوا نشوف بقيه الاثنين سبيشيز اللي هم بتوع عيله الفيبريو، ايه اللي هم عيله الفيبريو، تمام؟ مش احنا قلنا عيله الفيبريو كان فيها 3 موست امبورتنت سبيشيز، اول حاجه الفيبريو كولر والحمد لله تمت الحمد لله وخلصناه، تاني سبيشيز قلنا مهم اللي هو البارا هيموليتيكس والايه فولنيفيكس، تمام؟ طيب الاثنين دول متشابهين في حاجات وده بيختلف في حاجات لوحده، انا حطيت لك الحاجات اللي هم متشابهين فيها اهو والاختلاف ده بيختلف لوحده او بيزداد بيزيد حاجه عن ده.
طب تعالوا نتكلم الاول عن الحاجات الايه المتشابهه بينهم. تمام، نحط لكم بس خط فاصل كده. طيب اهو، طيب اول حاجه اللي هو الريزرفوار بتاعهم هما الاثنين ايه الفريش ووتر، يعني هما الاثنين موجودين فين في الفريش ووتر. انا دلوقتي بتكلم على الاثنين سبيشيز مع بعض، تمام، بتكلم على الحاجات اللي هما بيعملوها سوا، ده هيعمل حاجه زياده هتكلم عليها لوحديها. تمام، طيب نخلص اللي هما بيعملوه ايه مع بعض. الريزرفوار بتاعهم ايه الفريش ووتر، موجودين في الفريش ووتر. تمام، طيب الديزيز بيعملوا ايه جاسترينترايتس. تمام تمام، ده خد بالك ده بيعتبروه كمان نوع من انواع الفود بويسنينج. تمام، طيب يبقى عندي الاثنين موجودين في الفريش ووتر، ها بيعملوا الاثنين جاسترينترايتس. طيب ايه بيتنقلوا ازاي، ها بيتنقل ازاي، او لو هنقول مثلا مانيفستيشن بيعمل لي جاسترينترايتس، بيعمل لي ووتر دياريه ومعاها ابدومينال كرامبس، ها تمام. يبقى احنا بنتكلم على الاثنين مع بعض اهو، يبقى الاثنين الريزرفوار بتاعهم فريش ووتر، الديزيز اللي بيعملوها المشتركه بينهم اللي هم الجاسترونترايتس، وبناء عليه المانيفستيشن هتلاقيها ووتر دياريه ومعاها ابدومينال ايه كرامبس. طيب الترانسميشن بيتنقلوا ازاي، عن طريق الكونسميشن اوف اندر كوكد اور رو ايه سي فود. يعني انت عارف عندنا في البحر في حاجات بتتاكل كده اول ما تطلع البحر، عارفين المحاريات والحاجات اللي هي زي ام الخلول والحاجات دي، في ناس تحبها قوي تطلع على طول، دي لو بتطبخ ولا حاجه بيروح واكلها على طول. تمام، طيب ممكن تتنقل عن طريق الحاجات دي اللي هي المحاريات والحاجات اللي هي السي فود اللي موجوده اللي مش مطبوخه. تمام، طيب يبقى احنا كده التريتمنت سيلف ليميتنج. تمام، بما انهم بيعملوا يعني نوع من انواع الفود بويسنينج فبايه بيبقى خفيف وبسيط وبيخف لوحده. تمام، نراجع على الحاجات اللي هم مشتركين بينهم، الريزرفوار الاثنين موجودين في الفريش ووتر. تمام، الديزيز بيعملوا جاسترينترايتس، وبناء عليه فالمانيفستيشن ووتر دياريه وابدومينال كريمبس. تمام، طيب ترانسميشن من هو ايه، ان الواحد ياخد حاجه اللي هي اندر كوكد اور رو سي فود، الحاجات اللي هي ما بتطبخش. تمام، زي المحاريات والكلام ده. طيب التريتمنت سيلف ليميتنج بيخف لوحده الحمد لله. طيب احنا كده اتكلمنا عن الجزء السهل او الجزء البسيط العادي اللي احنا قلنا هو سيلف ليميتنج الدنيا. تمام، طيب الفولنيفيكس تعالوا نتكلم عليها بقى، بتعمل حاجه زياده، بتعمل الحاجات دي اوكي، وفي حاجه زياده بقى حتى انا كاتبه لك ايه از اباف، از اباف يعني زي اللي فوق. تمام، عشان ما تفتكرش ان هي بتعمل ده بس. طيب ايه بقى نقاط الاختلاف جبتهم من الاربعه دول؟ ترانسميشن، ها قلنا ان هي بتتنقل عن طريق الايه الاندر كوكد او ايه الرو سي فود، وبتتنقل عن طريق حاجه ثانيه ايه سويمنج ان ايه ان سي، ان انت تعوم في البحر، اعوم في البحر اول مره ايه تجي لي الحاجه دي، اول مره اتعرض ليها من ساعه ما ابتدينا البكتيريولوجي. تمام، وهنتعرض ليها الحاجات قدام ان شاء الله وهنجمعهم مع بعض. بص يا سيدي، انت عندك ووند انفكشن، تمام، عندك جرح، عندك ووند انفكشن ونزلت عمد في البحر. تمام، احنا قلنا ان هي موجوده صح كده. تمام، طيب لما نزلت عمد حصل الوند بتاعك حصل له كونتامينيتد بالايه بالاورجانيزم. تمام، عمل ايه بقى لما حصل لك كونتامينيتد بالاورجانيزم؟ بص يا سيدي بقى، عمل لك سيلولايتس، وخد بالك دي حاجه خطيره، يعني حاجه مش الفولين فيكس دي بتعمل لك حاجه خطيره، السيلولايتس تاخد بالك تكاد تكون تبقى قريبه من الايروبيك سيلولايتس اللي بيعملوا جاز جانجرين، بس بتبقى اخف وطأطا منه شويه، اقل شويه منه في الايه في الشده. تمام، طيب المانيفستيشن، طيب احنا قلنا از اباف لان احنا عارفين ان هي بتعمل ايه، قلنا ان بتعمل جاسترونترايتس، اضافه على كده بيقول لك ايه رابيدلي سبريدنج، بتنتشر بسرعه، والليشنز بتاعتها زي ما قلت لك بتعمل حاجه قريبه من الايروبيك سيلولايتس اللي هو بتاع الجاز جانجرين، بس اخف شويه من الجاز جانجرين. تمام، طيب التريتمنت از اباف اللي هي لو جات له جاسترونترايتس، الحاجه الزياده هتديله تترا سايكل صح كده، او ثيرد جينيريشن اوف سيفالو ايه سيفالوسبرم، ما تستهونش بيها خد بالك، انا بقول لك ان هي بتعمل الايروبيك سيلولايتس قريب من الجاز جانجرين. تمام، فدي حاجه لا يستهان بيها، عشان كده لما جيت قلت الامبورتنت سبيشيز بتاع الكوليرا ما رضيتش اكتب بتاع الفيبر، ما رضيتش اكتب الكوليرا بس، لان انا عندي الاثنين دول مهمين برضو. تمام، وبيعملوا لي حاجات مهمه. تمام، فكل ان انا اقول لك بتعمل سيلولايتس دي حاجه مش قليله. تمام، طيب كده خلصنا عيله الفيبريو كلها، خلصنا الفيبريو كوليرا البارا هيموليتيكاس اللي هي الفولي ايه الاخيره. تمام كده خلصنا الثلاثه. طيب
تعالوا نتكلم عن عيلة الإيرومونس اللي هي ايه لزقت في عيلة الفيبرو دي، تمام؟ ليه؟ لان احنا قلنا المرة اللي فاتت ان هي شبهها، تمام؟ طب شبهها في ايه؟ بيقولك ان هي بتشبه عيلة الفيبرو في المورفولوجي بتاعها، تبقى جرام نيجاتيف، كيرفت شوية، تمام؟ بتبقى مطايل، بتعيش في نفس الهابيتات بتاعتها، بتعيش في الووتر وممكن تعيش في السويل، تمام؟ طيب فعشان كده هي قريبة منها، تمام؟ وبما ان عيلة الفيبرو فيها سبيشيز مهمة جدا وفي منهم بيعمل لي ايبيديميك، فلازم ان انا افرق بين دي وبين دي، تمام؟ وفرقنا المرة اللي فاتت بالايه؟ بالسترينج ايه تيست، وقلنا ان السترينج تيست كان في الفيبريو بوزيتيف وفي الايرومونس ايه نيجاتيف. طيب الموست امبورتنت سبيشيز كان ايرومونس هيدروفيليا، تمام؟ طيب هيدروفيليا خدوا بالكم جاية لا مش دي هيدروفيليا، تمام؟ طيب يبقى اللي هي الموست امبورتنت سبيشيز اللي هو الايرومونس هيدروفيلي. طب بيعمل ايه؟ بيقول لك اول حاجه دايريا ريسمبلنج الكوليرا، الكوليرا يعني بيعمل دايريا شبه الايه الكوليرا، ما احنا قلنا ان هو ايه شبهها، شبه العيله بتاعه الايه الفيبري، والفيبري والكوليرا ده سبيشيز من جوه العيله، تمام؟ فهو بيعمل دايريا شبه الايه الكوليرا، بيعمل ووند انفيكشن، تمام؟ انا عندي، تمام؟ عندي اهو كان بيعمل لي سيلولايتس لو حصل ان هو عمل كونتامينيشن للايه للوم. طيب بكتيريميا وسبتسيميا، تمام؟ انا عندي الفيبريو كولرا لوكال ما بيعملش انفيزيف، لكن ممكن دول يعملوا اهو، عمل لي سيلولايتس اهو، صح كده؟ طيب يبقى انا عندي ده بيشبه الفيبريو، عيله الفيبريو في المورفولوجي وفي الهابيتات بتاعته، بس بيختلف عنها في السترينج، الفيبريو بوزيتيف لكن ده نيجاتيف. الموست امبورتنت سبيشيز اللي هو ايرومونس ايه هيدروفيليا، وبيعمل لك دايريا يشبه الكوليرا، ووند انفيكشن، بكتيريميا وسبتسيميا، بالاخص في الناس الاميونو كومبرومايزد، تمام؟ وكده الحمد لله خلصنا الفيبريو كلها وخلصنا العيله اللي شبهها بيها. ان شاء الله المره الجايه هنبتدي في الكامبيلو باكتر، واللي بعديها الايه الهيليكو باكتر، لان يعني في ناس طلبت مني الاتش بايلوري، فان شاء الله يعني قربنا نوصل باذن الله، تمام؟ وكده خلصنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.